بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقت الشوط الخامس لمسافة 1700 متر للخيل المهجنة لصيرة تكافؤ الدرجة الرابعة. هنا المشاهد لأربعة عشر من الجياد واندفاعات نحو المقدمة لخطف الصدارة، كما نشاهد أكثر من راس محاولات منتجاك من الجهة الداخلية، وكذلك فورسيد من وسط الجياد المتابعة تأتي من أكشن هيرو من الجهة الخارجية للسادة مربط إنجاز. إذن المركز الأول الصدارة مع منتجاك لصالح سالم المري والمالك والمدرب السيد محمد خميس الكعبي. المركز الثاني شعار السيد حسن بن علي المطوي فورسيد رقم 13 من تدريب محمد حسن المطوي والخيل صالح فرج العتيبي. المركز الثالث تأتي المحاولات على ما يبدو لي من شرود مع المحامية فاطمة النعيمي والمدرب أحمد الجهني والخيل توماس لوكسك، أيضا محاولات والتقدم لشعار المهندس حسن عبد الملك. الآن إلى المركز الأول ديجامي باسو مع المدرب ديبور موتن، وهنا ساميل هو الخيال. الجهة تقترب من المنعطف قبل الأخير، لازلنا نشاهد الشعار الأصفر في الصدارة للمهندس حسن عبد الملك. المركز الثاني شرود، والمركز الثالث أكشن هيرو، المركز الرابع منتجاك، وأيضا متابعة كاليستا لسيد عبد اللطيف العلمادي. الجهات تقترب من المنعطف الأخير، لازلنا نشاهد جامي باسو في الصدارة، محاولات قوية أيضا من شرود وكذلك أكشن هيرو لأسد مربط إنجاز مع ألبرتو سنة من الجهة الخارجية. شرود محاولات قوية في هذا الشوط مع تواجد توماس لوكاسك، ومحاولات قوية من الجهة الخارجية لأكشن هيرو، والتقدم والدفاع لشرود رقم 8 مع المدرب أحمد الجهني توماس لوكاسك وملك المحامية فاطمة النعيمي للمركز الأول والصدارة رقم 8. إذا مشاهدينا الكرام، شرود والمركز الأول وصدارة الشوط الخامس. إذا النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين للشوط الخامس، نشاهد الصدارة لرقم 8 في هذا الشوط شرود مع المدرب أحمد الجهني، ملك المحامية فاطمة راشد عبد الله النعيمي والخيال توماس لوكاسك. في المركز الثاني رقم 4 ديجامي باسو من تدريب ديبور ماونتن، ملك المهندس حسن علي عبد الملك والخيال ساميل ليجيركس. والمركز الثالث رقم 2 أكشن هيرو للسادة مربط إنجاز من تدريب جاسم الغزالي والخيال هنا ألبرتو سنا. المركز الرابع رقم 12 في هذا الشوط من خلال تواجد سيرجنت ميجور مع المدرب والمالك المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والخيال اشتبان مازور. في المركز الخامس رقم 6 منتجاك مع المدرب والمالك السيد محمد خميس عيسى الكعبي والخيال صالح سالم المري. ألف مبروك لكل الفائزين في هذا الشوط، ونتمنى التوفيق في للبقية من خلال آخر ثلاث أشواط في هذه الأمسية والشوط الختامي مع كأس بوسمره.